السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. شجرة العائلة، تقويم ودعم الوحدة الأولى، دائما مرجع مرشدي في اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي. سنقرأ النص ثم سنجيب عن الأسئلة الخاصة بهذا النص. زارت مريم مع أمها وأبيها جدتها في القرية، وخرجت معها للنزهة في البستان. قالت الجدة: كل هذه الأشجار غرستها بيدي، وها هي بدأت تثمر. قالت مريم: سمعت يوما أستاذنا يتحدث عن شجرة العائلة، فأين هي شجرة عائلتي؟ قالت الجدة: إنها شجرة تشبه الأشجار يا بنيتي، في جذوعها وفروعها وأغصانها، فأنا وجدك نمثل الجذع، وأبوك وأمك وعمك يمثلون الفروع. قالت مريم: إذن أنا وأخي وكل أحفادك نمثل أغصان هذه الشجرة. إذن هذا هو النص. سنمر الآن إلى الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالنص. نبدأ بالسؤال الأول: من أرى في الرسم؟ إذن شجرة عائلة مريم، أو شجرة عائلة بصفة عامة، شجرة عائلة. إذن يمكن أن تقول يعني كجواب: أرى في الرسم شجرة عائلة. كم عدد أفراد العائلة الموجودين بالشجرة؟ إذن 9 أفراد. 9 أفراد. إذا عدنا، لاحظوا معي، إذا لدينا الجد والجدة، إذا 2 3 4 5 6 7 8 9، إذا 9 أفراد. اختاروا ما يكمل عنوان أو اقترحوا تكملة أخرى. شجرة العائلة ليست شجرة حقيقية، إذا هي شجرة إذا متفرعة. شجرة متفرعة يعني تضم الجذع كقاعدة ثم الأغصان ثم الفروع إلى آخره. إذن هي مثلا شجرة متخيلة. شجرة متخيلة يعني ليست حقيقية، إذن متخيلة. إذن هنا بالنسبة لهذه يعني الاقتراحات فهي تمثل فرضيات القراءة، يعني المتعلم والمتعلمة مطالب أو مطالبة بتحديد بعض الأجوبة، إذا لتحديد يعني توقعات المتعلمين بخصوص موضوع النص. السؤال الثالث: ألون خانة الشخصية التي لم تذكر في النص. إذا الشخصيات التي لم تذكر في النص، إذا العمة والخال والخالة، إذن هذه هي الشخصيات التي لم تذكر في النص. إذن ذكرت مريم، ذكر الجد والعم، الأب والأم، الأخ والأحفاد. سنتمم الآن عائلة الكلمة غرس. إذن غرس يغرس، غرس، غرس، غارس، مغروس. إذن مثلا أغراس. نمر الآن إلى السؤال الثاني أو الموالي. إذن السؤال الخامس: ألون خانة الكلمات التي تتضمن حركات قصيرة فقط. إذن الكلمات المتضمنة لحركات قصيرة، إذن لدينا شجرة، لدينا الأب، ثم لدينا مريم. إذن هذه هي الكلمات المتضمنة لحركات قصيرة. إذن لدينا حركة طويلة، ف في كلمة أحفاد، رو في كلمة فروع، ع وتي في كلمة عائلتي. أرتب الكلمات الآتية بحسب حرفها الأخير. إذن لدينا حرف الذال وحرف الدال، حرف الجيم ثم حرف الدال. إذن أكيد الجيم هو الأول، إذن خارج هي الكلمة الأولى. ثم لدينا حرف الدال، لاحظوا معي لدينا الياء، يعني بعد الدال هناك الياء ثم هناك الجيم، إذن جد قبل الياء، قبل حفيد، إذن جد ثم حفيد وأخيرا أستاذ. نمر الآن إلى السؤال الموالي.
اكتب كلمات تتضمن مقطعا مماثلا لأواخر الكلمات الآتية: الأشجار، الأمطار، مثلا الأبرار، الأشرار إلى آخره. هناك كلمات كثيرة: عائلات، مثلا قافلة، إذن يمكن أن نقترح كذلك مائلة، مائلة، جدتي، عمتي، خالتي، يوما، قوما، صوما مثلا. الفروع، إذا مثلا الربوع، يمكن أن نقترحها كذلك الشروع مثلا، الشموع إلى آخره. إذا الشموع أو الشروع. نمر الآن إلى السؤال الثامن. سنضع كل كلمة في مكانها المناسب. إذا المذكر: خال، عم، ابن. بالنسبة للمؤنث: مفيدة، خالة، بنت، عمة، أسرة. إذن هذه هي الأجوبة الخاصة بالتقويم والدعم. موعدنا إن شاء الله يتجدد مع دروس الوحدة الثانية. كونوا في الموعد. إلى اللقاء.